انت فقير بالسيمز 4 ما بيأثر، احضر هذا الفيديو لحتى يصير معك 999 مليون دولار على سيمز 4. هيدي اللعبة مجانية ونحن عم نلعبها على جهاز البلاي ستيشن. خلينا علمك كيف والطريقة. ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونست من قناة اونست ارت. قبل ما بلش بالمقطع كيف يصير معك مصاري كتير وعلى جهاز بلاي ستيشن، بدي اشرح لكم شوية على قناتي. هيدي القناة اللي على اليوتيوب، بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب، تحكي على شروحات الالعاب وكل الالعاب المجانية واهم وافضل الالعاب. بدنا نحن وياكم نوصل ان شاء الله للعشرة الاف مشترك، بس بتمنى منكم تعملوا لي سبسكرايب، كبسة صغيرة بتفيدني لإلي كتير. وخلينا نبلش بالمقطع. نحن هلأ على جهاز البلاي ستيشن 4. هيدي يدة البلاي ستيشن، انتبهوا كتير منيح، هيدي يدة البلاي ستيشن بدك تكبس L1 L2 R1 R2 نفس الكبسة مع بعض. لما تكبسها تضغطها مرة واحدة تفتح لك بهيدي الطريقة. انت بدك تكتب testing cheats true، انا هخليها شوي، تكتب testing cheats كلمة واحدة بترجع فراغ كلمة true، مثل ما انا كتبها كتبوها على ورقة لحتى تعملوا تشيس ويصير معكم مصاري كتير وما فيها اي، يعني ما بتاكل لا بان ولا شيء نهائيا. هيدا شيء قانوني 100% من الشركة. هون لما تكبس اوكي ارتو لحتى تفوت بكتبوا لك انه انتبه اذا انت استعملت التشيتس بس ما حتاخذ التروفيز. وشو بدك بالتروفيز؟ ضروري تاخذ الكؤوس؟ يعني ما ضروري نهائيا. شو بدك بالكؤوس؟ حط اوكي وقوي قلبك. وحتى اصلا فيك تعمل شخصية تانية وعالم تاني ما بتتأثر هيدا التشيتس بالتاني، بس عشان ما تضلك فقير فوت وحطها وانبسط. بترجع بتفتح لك بهي الطريقة بتقول لك انه صار التشيت شغالة. شو بتعمل كمان؟ بترجع بتضغط على كبسة الاكس وبتفتح لك بهي الطريقة، بتحط ماني 9999 قد ما بدك، يعني اكتر شيء هذا الرقم بتحط ماني وهذا التسعات وبتكبس R2 X. لما تكبس R2 بيجيك المصاري وبيطلعوا لفوق على الشاشة. شوفوا كيف انا كاتبها، اكتبوها ورقة وقلم. ما فيكم تكتروا الارقام كتير لان بطل يجي، بدكم تكتبوا بهذا الرقم مظبوط. هي عطاني 9 مليون، بتكبسوا وبتدبلوا الملايين اكتر شيء. يعني التقريب انا جربت حط كتير ودبل ودبل ودبل، بس اكتر شيء على الشاشه بحط لك 9,999,000 تقريبا هالقد، ما فيك تزيد بعد، بس هن بيكونوا كتار. يعني هيدا الرقم هو كتير، انا مدبلتها شيء 4 مرات، هيدا هو الرقم. نحن صار عندنا مصاري. هيدي السيمز 4 لعبه مجانيه على الجهاز بلاي ستيشن 4 و5 واكس بوكس وبي سي وحيلا شيء. يعني شو عندك جهاز بالبيت بتحمل سيمز 4 تلعبها مجانيه. نزلت فيديوهات كيف تحمل، في اضافات مجانيه واضافات لا بمصاري كمان. نزل فيديوهات عنا لهيدي الجيم، اكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم تعملوا شروحات. بعد انتم كتبتوا لي بالتعليقات كيف بصير معكم مصاري وانا جاوبتكم على هيدا الفيديو. بتمنى يكون اشتراك بالقناه وتعملوا لايك اذا عجبكم اكيد، وتفعلوا الجرس لحتى نوصل لل 10,000، وان شاء الله بنشوفكم بمقاطع ثانيه وجديده والعاب مجانيه ثانيه. وبدي اقول شكرا اللي فعل الميزات عندي على الشانل، ويعطيكم الف عافيه.